السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة الوطنية، نستهلها بأبرز العناوين. تزويد مدينة سيليباب بالمياه الصالحة للشرب من النهر المجاور لمدينة غوراي. وزير الصيد يجري مباحثات مع وفد الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي. أكثر من 45 أو 54 ألف مترشح لمسابقة دخول الثانوية في موريتانيا. وفي المسائية تتابعون أيضا صراع الأدباء الموريتانيين يعود للواجهة من جديد، وهو الحضانة يهدد باللجوء للقضاء. أشرف الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز صباح اليوم ضمن زيارته الحالية لولاية قديماقة، أشرف على بدء تزويد مدينة سيليباب بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من النهر قبالة مدينة غوراي. وتقدر كمية المياه التي أصبحت جاهزة للتوزيع في إطار المشروع بأربعة آلاف متر مكعب في اليوم بكلفة إجمالية تجاوزت 4 مليارات أوقية من الموارد الذاتية للدولة. وتتولى تنفيذ المشروع الهندسة العسكرية، وتقول الحكومة إنه سيسهم بشكل كبير في الحد من أزمة العطش بالمدينة. أجرى وزير الصيد والاقتصاد البحري الناني والشروقة زوال اليوم بمكتبه بنواكشوط مباحثات مع وفد من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية برئاسة ألبرتو إبريلا مدير التعاون مع إفريقيا وآسيا. واستعرض الجانبان خلال المباحثات علاقات التعاون بين إسبانيا وموريتانيا والسبل لتعزيزها وتفعيلها خاصة في المجال الصيدي والاقتصاد البحري. بدأت اليوم على عموم التراب الوطني امتحانات شهادة دروس الإعدادية بمشاركة 54,182 مترشحا، 29,233 منهم بنات. وقد تمكنت الوزارة ممثلة في إدارة الامتحانات والمسابقات من تجهيز كافة الفرق ولجان الإشراف على الامتحان وإرسالها إلى المراكز في الوقت المناسب لإنجاز مراحل الامتحان طبقا للشروط والآجال المنصوص عليها. نتابع. في العاصمة بدأت امتحانات شهادة ختم الدروس الإعدادية، ففي ثانوية تفرغ زين يبلغ عدد المتسابقين 535 تلميذا، منها 251 تلميذا، حيث أكدت رئيسة المركز أن المسابقة جرت في ظروف طبيعية ولم تسجل أي ملاحظة وتم التغلب على جميع الصعوبات. جرى الامتحان على ما يرام، حيث أننا لم نلاحظ خروقات داخل المركز، وقع قدر من شيء بسيط من الارتباك لبعض التلاميذ لأنهم لا يعرفون قاعاتهم، على ذلك تداركنا ذلك بسرعة وسيطرنا على الموقف وكل تلميذ جلس في قاعته. تلاميذ المشاركون في المسابقة أكدوا أنها جرت في ظروف طبيعية وأن المواضيع كانت في متناولهم وأنهم كانوا على استعداد تام للامتحان، كما أن الرقابة يقول المتسابقون كانت على المستوى. اليوم كان تعليم على الرياضيات، ونحن اشتغلنا في السنة الدراسية كاملة، اشتغلنا وثابرنا وقرينا حق عندنا لاياك ننجحوا في المسابقة. المشرفون على الرقابة داخل قاعات المسابقة أكدوا أن المراقبين أتوا في الوقت المناسب وأنهم يقومون بعملهم على ما يرام. الطاقم التربوي المشرف على الرقابة كان هون في الوقت المناسب، والامتحان حسب المادة الأولى جرى في ظروف مرضية طبعتها روح المسؤولية والانضباط، حيث كانت هناك تنسيق بين السلطات الإدارية الجهوية والتربوية وإدارة الامتحانات والمسابقة. هكذا كانت انطباعات اليوم الأول من شهادة ختم الدروس الإعدادية، فهل تدل كل هذه الانطباعات الجيدة على أن سنة 15 بعد 2000 أتت أكلها؟ يعقوب سيد عبد الله، الوطنية. وفي قضايا التعليم دائما، نظمت الدفعة الرابعة من طلاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية حفلا بمناسبة تخرجهم للعام 2015. لمزيد من التفاصيل حول الحفل نتابع التقرير التالي.
تحت شعار إداريون مؤمنون ببناء الوطن، وخلال حفل طلابي بهيج نظمه خريجو هذه الدفعة من كلية العلوم القانونية والاقتصادية بنظام الأمداء، عبر الطلاب عن فرحتهم بهذا اليوم وشكرهم لأساتذتهم الذين كانوا نبراس هداية لهم. نشكر الأستاذ الذي شرفنا بحضوره وبكلمته، أشكر الزملاء الذين أتحفونا في بداية هذه السهرة، والآن في هذه المرحلة وبسرعة سنقوم بتكريم الزملاء والزميلات الأفاضل الكرام. بنات حواء حاضرات في المشهد الطلابي ومعبرات عن ما حققنا في مجال التعليم ومذكرات بما أنجزنا في هذه السنوات الثلاثة في مجال التعليم الجامعي. أخواتي الرجال، يقال إن إيقاد شمعة خير من جعل الظلام، فكيف ونحن نوقد شمعتنا الثالثة في درب العلم والمعرفة؟ هذا الدرب ورغم صعوبته فقد كنا فيه على قدر التحدي وعلى قدر الإنجاز. 3 سنوات قد تكون قصيرة بحساب الزمن، لكنها عظيمة بمقياس بحساب التحصيل المعرفي. إيقاف الشمعة الرابعة من التحصيل المعرفي، ورغم ما يحول دونها من صعوبات للطالب، استطاع هذا الجيل من الطلبة تخطيها بامتياز، طامحين أن يساهموا في تنمية بلدهم. الشيخ الأحميدي، الوطنية. قال الأمين العام لنقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي محمد الرباني إن المدرس في موريتانيا أصبح يشعر بعبثية الدور الذي يقوم به في ظل ما سماه غياب المرجع المعين والوسائط التعليمية واكتظاظ الفصول أحيانا وضعف التكوين المستمر وحقارة الراتب الذي لا يؤمن للمدرس ثلث متطلبات الحياة، مما يفرض عليه انشغالات جانبية تؤثر سلبا بدون شك على أدائه. بدأت صباح اليوم بمقر الجمعية الوطنية في نواكشوط أعمال ورشة تحسيسية لصالح مجموعة من البرلمانيين حول التأثيرات البيئة التي يمكن أن تنتج بفعل الأنشطة الاستكشافية والاستغلالية للثروة النفطية والغازية داخل شواطئنا البحرية. والإجراءات التي تقوم بها الجهات المعنية للمحافظة على البيئة والتحكم في التأثيرات الناتجة عن تلك الأنشطة، وسيتابع المشاركون في الورشة المنظمة من طرف شبكة برلمانية ومنتخبي البيئة على مدى يومين جملة من العروض والمداخلات حول نوعية التأثيرات المحتملة الناتجة عن استغلال النفط والغاز داخل الشواطئ على البيئة والإجراءات المقام بها للحد من هذه التأثيرات وطرق استغلال الأمثل لهذه الموارد. أعلن فريق الأحضان في اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين أعلن فشل المفاوضات التي قادتها وزيرة الثقافة بين الطرفين المتنازعين، مؤكدين أنهم سيلجؤون للقضاء من أجل حماية الاتحاد وإلزام القائمين عليه بتفعيل النصوص الموجودة رغم استعدادهم في الوقت نفسه للتفاوض والحوار. لجأ المظلومين، وإحنا ما جئنا لها اللجوء مشي، جئنا لها من أجل إنقاذ الاتحاد من أزمة حقيقية ومن أجل إنقاذ الموقف. ولا شكينا قدمنا طلب على العريضة، وذاك الطالب نزور به وقال حتى الموقف اللي كان له يخلق كيف اللي خلق يامس ما كان الله يخلق نيت الحق التقرير عندنا كلنا دائما مستعدين للحوار، كل الحوار ينتهي دائما بمفاجأة من الطرف الآخر تضرب عرض الحائط بالنتائج اللي فتنة توصلنا لها. انطلق اليوم في نواكشوط تكوين إقليمي حول النظم الزراعية التقليدية التي تمثل إذن ذا أهمية عالمية، وينظم هذا التكوين بالتعاون بين وزارة الزراعة ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الإسيسكو. ويسعى المنظمون من خلال هذا التكوين إلى التعريف بالنظم الزراعية التقليدية في موريتانيا التي تشكل إذن ذا أهمية عالمية، كما ستمكن من التعريف بمواقع التراث الزراعي الوطني والدولي. تعتبر محضرة إرسيدنا بأوليغات من أقدم المحاضر الوطنية، حيث تحتوي مخطوطات عريقة وكتب مطبوعة بالخط الحجري. خديجة عبد الرحمن زارت المحضرة وعدت لنا التقرير التالي. حتى يجهز هذا التقرير نذهب إلى الأنباء الدولية مع مقبول العويسي.
دعت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الأربعاء الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى التراجع عن قرار إبقاء إسرائيل خارج قائمة السوداء لانتهاكات حقوق الأطفال. وقالت الخارجية في بيان لها إنها تدعو الأمين العام لإعادة النظر في قراره وعدم التنازل عن المبادئ التي قامت على أساسها الأمم المتحدة، لأن استشهاد 538 طفلا واستهداف 340 مدرسة ومركزا صحيا في أقل من 50 يوما يشكل جرما جسيما يستدعي إدراج جيش الاحتلال على رأس اللائحة السوداء. اتفق معارضون سوريون في ختام اجتماع دام يومين في القاهرة على خارطة طريق لحل سياسي تفاوضي للنزاع في سوريا مستوحاة من وثيقة جنيف، وتؤكد أنه لا مكان للرئيس السوري بشار الأسد في مستقبل سوريا. وتنص الوثيقة التي وزعت على صحفيين على أن تصور المعارضين المجتمعين في القاهرة ينطلق من استحالة الحسم العسكري للنزاع وكذلك استحالة استمرار منظومة الحكم الحالية. أعلنت السيول اليوم تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، مما يرفع الحصيلة الإجمالية لضحايا الفيروس في كوريا الجنوبية إلى 9 وفيات، ويجعل من هذا البلد منطقة الانتشار الأوسع للفيروس بعد السعودية. سعى قائد الجيش الأمريكي الجنرال مارتن ديمسي اليوم الأربعاء إلى طمأنة إسرائيل بشأن الدعم العسكري الأمريكي الذي لا يتزعزع بالرغم من توترات عميقة في العلاقة السياسية بين الدولتين حول مساع تقود الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران وخلافات بشأن الجهود الدبلوماسية لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. الدولية إلى صلاح الدين سيد أحمد وجديد الرياضة. Western-backed Prince of Jordan received just 73, and it's presumably as a result. تناولت شبكة روسي في تقرير أوردته اليوم أن خليفة بلاتر المطار سيتم انتخابه في 16 من شهر ديسمبر، حيث يعد هذا هو الموعد الأنسب لإجراء الانتخابات. فسيتم عقد جمعية عمومية غير عادية في زيورخ تتألف ممثلي الاتحاد من أجل التصويت على اختيار رئيس جديد للفيفا بعد أن استقال بلاتر عقب فوزه بولاية خامسة بأيام وقبل أن يسقط الكثير من أعضاء الاتحاد قيد التحقيق بسبب الرشاوى التي طالت التحقيق فيها تنظيم كأس العالم. تقلب السنغال اليوم على أوكرانيا بركلات الترجيح لتبلغ ربع النهائي النسخة العشرين لكأس العالم دون العشرين عاما لكرة القدم في نيوزيلندا، وقاد الحارس إبراهيم سي منتخب السنغال إلى ربع النهائي بالفوز على أوكرانيا 3-1 بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي على ملعب نورث هاربيور في أوكلاندا. صرح مدير فريق فيراري الفورمولا 1 ماريزيو أرفيامبي أن فريقه لن يغير هدفه الرئيسي لموسم 2015 وهو تحقيق الفوز بسباقين، وأن تراجع الفريق الأحمر في جائزة كندا الكبرى نهاية الأسبوع الماضي لا يعني الاستسلام. وكانت أمال فيراري لمنافسة مرسيدس مرتفعة خاصة بعد استخدام عدد من مفاتيح تطوير وحدة الطاقة قبل السباق مونتريال، لكن الأمور لم تجري على ما يرام حيث أنهى كيمي رايكون السباق بالمركز الرابع بعد أن فقد السيطرة على سيارته في منعطف ما قبل الأخير. Gruppi e gruppetti, si lavora tutti in una direzione che è la direzione. تزويد مدينة سليبابي بالمياه الصالحة للشرب من النهر المجاوري لمدينة قراي.
وزير الصيد يجري مباحثات مع الوفد الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي. أكثر من 54 ألف مترشح لمسابقة دخول الثانوية في موريتانيا. وفي المسائية تابعتم أيضا صراع الأدباء الموريتانيين يعود للواجهة من جديد، واللحظان يهدد باللجوء للقضاء. شكرا لكم على كرم المتابعة وإلى اللقاء.